رجعنا بقى الكابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاول. يا مساء الفل عليك وكل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. كل سنه وحضرتك طيبه وكل الناس طيبين، كلنا ومسيحيين، مصر طيبين ومسلمين، مصر طيبين، كل العالم طيب وبخير يا رب ان شاء الله. يوم سعيد على حضرتك ان شاء الله، يكون كله بهجه وفرحه وسعاده واخبار حلوه كتير، وما ينفعش تبقى معايا وما نبتديش بقى بقصيده حلوه بقى من القصايد بتاعتك. لا والله انا لسه صاحي من النوم عشان انا مش وقته خالص. طب يعني هنعدي اليوم كده من غير كلام حلو؟ نقول لحاجه لمصر. نقول اصل الحكايه وطن غالي وعزيز على الكل، يتفوت عليه السنه يطرح في ارض الكل، يتحدى كل المحن من غير هوان ولا ذل. اصل الحكايه وطن مزيناه احلام عينه على بكره، باصص كده لقدام ألمه يكون ذكرى والفرحة منه تطل. أصل الحكاية وطن غالي وعزيز على الكل. الله عليك يا كابتن أحمد. دايما دايما معودنا كده بالكلام الحلو اللي بتقوله والقصايد المختلفة اللي ليها يعني طبع مختلف كده على الناس. طيب خليني أسألك عن احتفالات شم النسيم بالنسبة لك. بالنسبة لحضرتك احتفالات شم النسيم بقى كانت في الطفولة عاملة إزاي ومختلفة إزاي عن دلوقتي؟ لا في الطفوله بقى كنت انا يعني في كافي الدوار وكان ليها كده، معرفش الناس اللي قدام اللي زينا يعني كان في كل حاجه كانت مختلفه، كان حاجات يعني دلوقتي التكنولوجيا والحاجات والسفر يعني والجونه وشرم الشيخ والساحل الشمالي وحاجات ما كانتش ايامنا يعني. كنا بنستمتع جدا بالحاجات البسيطه اللي احنا، البيض الملون والملانه والقصد والقعدة والصحاب طبعا اهم كل ده وده لكن طبعا كل وقت ليه حلاوته وكل وقت ليه مفرداته يعني. فكل سنه وكل الناس طيبين. وحضرتك طيب وبخير وبالف سلامه دايما يا رب. وعايزين بقى نطمن منك على المنتخب، اخبار المنتخب ايه؟ اخبار حراس المرمى في منتخبنا الوطني ايه؟ بخير، كل حراس المرمى في مصر والله مقدمين مستويات رائعه والثقه فيهم كبيره والناس بدات تثق فيهم وتتكلم عنهم كويس. ده حاجة تسعدني وأنا بقول إن شاء الله بإذن الله مصر تعمل بطولة رائعة وتقدم للناس مصر الجديدة الجميلة الآمنة، تقدر يعني تعمل بطولات عالمية إن شاء الله بعد كده. هو ده الهدف الكبير من البطولة، مش الهدف الرياضي بس، لكن طبعا إحنا بنتمنى بنستعد استعداد يعني على مستوى الحدث، يعني على مستوى مصر اللي هي البلد المظلمة ان شاء الله باذن الله نكون احنا ابطال كاس افريقيا اللي جايه يا رب ان شاء الله. شايف فرصنا كبيره يا كابتن احمد؟ ان شاء الله طبعا فرصنا كبيره، احنا فرقه يعني كبيرة. عامل الارض والجمهور كمان، بالاضافه طبعا للعناصر المميزه جدا اللي موجوده عندنا في منتخبنا أكيد. الوطني الاول، هل هيلعبوا دور مهم جدا في حصولنا على امم افريقيا 2019؟ أكيد طبعا، يعني جاست ان البطوله بقت في مصر بقى كل الناس عندها، حتى البطوله لو مش في مصر، مصر فريق كبير دايما بيلعب على البطوله، وطالما مصر موجوده في البطوله، البطوله اللي فاتت كنا في النهائي ما كانش في مصر، لكن خلص لازم ده كلنا امل وكل صحيح. واحد يعمل اقصى ما عنده. بس خلينا برضو نقول اكيد يعني انا كنت بشوف حضرتك ومنتخبنا الوطني الاول الجهاز الفني والجهاز الاداري قد ايه بيتعب، يعني وهو في الدول الافريقيه يمكن في الجابون كان الموضوع صعب جدا ومتعب جدا ومرهق جدا ومجهود يعني مضاعف فوق العاده. ايوه طبعا، هو شغله شغله في كل وقت، دلوقتي برضو المجهود موجود والناس بتتعب جدا جدا جدا، جهاز فني رائع على اعلى مستوى وعاملين جهد، يعني مش عايز اقول لك 24 ساعه في 24 ساعه بنشتغل، فكمان بطوله في ملعبنا وعلى وسط جماهيرنا، فان شاء الله باذن الله ربنا يكلل المجهود ده بالنجاح يا رب باذن الله. طيب بدايه بقى الحاجات اللي شفناها، البوادر بقى اللي طلعت من كان 2019 هي القرعه، شفت مراسم القرعه ازاي؟ شفت التنظيم ازاي؟ طبعا دي القرعه هي عنوان للي جاي. كانت القرعه بالشكل ده، الحلاوه ده بيلعبك التاريخ ده بالمكان اللي مفيش زيه في اي حته في العالم، لابطال العالم اللي بتشاهد. فطبعا ده عنوان للبطوله نفسها بقى، وانا شايف ان كل يعني مؤسسات الدوله وكل الناس واقفه
في تصوير الملاعب وفي الخدمات وكل حاجه. مهندس انا بريده وكل الناس في اتحاد الكوره واقفين وقفه قويه جدا عشان تطلع البطوله دي من اهم واحلى البطولات اللي اتعملت في بطولات افريقيا ان شاء الله. كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاول، نورتنا في كلام في الميديا او في قناه النادي الاهلي.